سلام تقبل الله يا حاج. منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. إي والله. شهر رمضان كل شيء تلقي فيه بنا غير، حتى مش شاهي الله يبارك. حتى هو مش شاهي الشاهي، شاهي الكبشير، هذه توسة حمراء، والوزات بإذن الله نديرهم بتوسة خضراء. شاي الكبشين من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز، ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان. ما تحلى اللمة في رمضان إلا بشاي الكبشين. سلطان زماني مش ممكن أرجع لك تاني. تغطية تغطية، يلا يا حويش. أيوة حاج حافظ. شنو الأمور؟ تمام تمام، باهي باهي. شنو رأيك نمشوا للحواسة غادي؟ ايه نديروا بريد شاهي غاديك، ايه نديروا مبكبكا، ايه خلاص مالا، باه خلاص بإذن الله تعالى توا نمر عليك بالسيارة، ايه ونمشوا. ايه يا ناري علي ني وخلاص، شر الدهوير والجو الربيع والزرادي هادي ما يمشيش معانا احنا. ماشي الحال. خيرك تهدرزي بروحك يا زاهية، شو بخير؟ لا ما في شيء، غير قلت يعني مثلا انت مبسوط وجوك مليح والحاج حافظ وبتخطم عليه خير، نحن يعني ما نطلعوش نشموا الهواء، ما نشموش الجو ربيع، غير انت بيت ما يطلعش علينا. وخير الجو اللي تشموا فيه في الحوش، شنو هو تشموا فيه غازو؟ والله انت مرات تضحك فيا حق، غاز شنو؟ والله حقا فكرتني اني نبيك تاخذ معاك وانت طالع البريمس الصغير، باش لما نمشي الزرده ناخذ معانا القوات. باهي البريموس؟ ايه بريمس شنو هذا؟ انت تبي نهار وانا واقف في الطابور على خاطر البريموس هذا؟ لا 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 لا. وبعدين انت شنو هي الزرده؟ ماشي الزرده، الزرده شنو هذه؟ خليك في الحوش وخليك في البيت وقعم زوريدي. وعلاش يعني خيرنا يعني؟ ما تشوفش انت مثلا في الناس، ما تشوفش اصحابك كيف يطلعوا عن سوينهم وصغارهم يا سيدي بلاش، ما تشوفش انت مثلا في الفيس كيف الناس تطلع ويبدو عادي نزدوا بهذاك التصوير وهذاك الاكل اشكال والوان، لا خلوا عصبان لا خلوا برديب لا خلوا هذاك السلطه، تعرف قريب 15 نوع ما مخليين شيء ما شاء الله عليهم الناس وينزلوا. والله هذيك لما يديروا على فهم هذيك البيتزا حقيقي في الصوره بس تشم ريحتها، والله تعرف يا طيب تسفه، حتى انا بنمشي بندير بيتزا غادي كايه، وبعدين اكتب على الفيس يوم الاجازه انا واسرتي، تلقاك التعليقات الناس هيك تقول لك اجازه سعيده اجازه طيبه. يلا حلال حلو ومنشوره على الفيس، حلو ومنشوره على الفيس، حلو ومنشوره على الفيس. غير البيتزا اللي تدوي عليها هذه تبي 8 و5 احكام طن باش تندار. بعدين انت قررتي خلاص معناها نبو نمشوا للرحله ونبو نرفعكم زايد ناقص. يا لطيف منك يا طيب، خيرك هيك العفو، خيرك بديتك لوك 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 وما تبيش تسمع الكلام. ايه ايه نب الزرده باهي. معلش بناخذ بخاطرك لكن على شرط.
أنا موافقة على كل الحاجات تقول فيها باهي، المهم نطلع ولا لا توا باهي بإذن الله. لكن أنا راه مرة من مرات بندير لكم دعكة ماهي دعكة يسمعوا بها العالم كله. دعكة شني يا راجل؟ عيب عليك، شني يعني بتفش غلك مع الناس؟ ما إيش بنفش غلي في الناس، لكن في ناس ما تتحشمش، في ناس تجي تزرد المفروض معناها تفرهد تغير جوها جو الأسرة، لكن ياكل يخمخم 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 وبعدين يخلي الدنيا كلها نفايات وأوساخ بدون ما يضم حاجته معاه، تقول الدنيا ضربت فيها غارة باهي. يعني هو هذا الكلام كله اللي تقول فيه ماشي الحال، بقى أنا شندخني هو أنا نشتغل في حماية البيئة مثلاً مسؤولة على الناس اللي تحكي عليها أنت؟ ما هو كل حد يقول أنا شندخلي أنا شندخلي أنا شندخلي، هذا هو اللي أهردنا السلبية متاع المواطنين. أنا مش أنا ما درت شكي أنا شندخلي، يعني أنا شنو نبنير نمشي نقول لكل الناس ردوا بالكم لما مثلا تطلعوا وتتزردوا أنتوا وعوالتكم، لما تكملوا لموا الحاجات هذه كلها باش بلادنا تقعد بصورة حلوة. والله تعرف حق، تعرف أني مرات لما نمشي في الشارع نلقى على يميني وعلى يساري هيك 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 إيش كاير حشاكم لك ناس هيك كبرى. أنت في هذه راهو عندك الحق، هم صح العون الناس راهو زودوها شوية. خلاص مالها، يا أجب أن يكون هنالك وعي بقيمة البيئة علشان نحافظ على بلادنا. ماشي ماشي يا طيب. خلاص. ماشي ما لا متفهمين توا نمشي للزردة وتي الشكيرات متاعك وتي أمورك ونروح إن شاء الله على خير. حاضر يا طيب، أنا نوتي كل أموري وشكيراتي وكل شيء، لكن بعدين مش تقول لي نتعارك أنت والناس، أنا مالياش دخل لا هي شني بيروحي ونسمع في كلامك. أيوة كل واحد يقول لا لا أنا مالياش دخل أنا مالياش دخل، وبعدين يعيطوا القمامة القمامة، خليني نمشي للحاج حافظ خير القمامة. إيه برا للحاج حافظ والشيء، الرحلة هذه لازم منها الزردة يا طيب. لمتنا هالليلة مازال متواصلة، جاوبوا واربحوا في مسابقتنا اللي تقول في الظلام تلمع تهدي الداهبين، فاكهة الشتاء دفء للبردانين، وبيها يعاقب ربي وخلقها مولانا متاعا للمقوين، وهي في الظلمة تلمع وهي تاكل ما تشبع وكان شربت تموت. اختار الإجابة الصحيحة من بين ثلاث خيارات، النار، السيارة، السفينة، واربح شاشة 43 بوصة مقدمة من شركة البديل للأجهزة الإلكترونية. وللمشاركة في المسابقة اترك إجابتك عبر تعليق في البث المباشر لمنوعة اللمة على الفيسبوك، واستنوا الإعلان عن الفائز في نهاية كل حلقة من حلقات اللمة. ألف مبروك للفائز في سؤال الحلقة السابقة. في رمضان اختلافنا يجمعنا.
كبشين مدارين حتى كيسو هذا مدار مبي كبشين. لا واحد تاني يا كبشين معلش. شاي الكبشين من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز، ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان. مع الكبشين مفيش اثنين. علاش قاطة؟ ما يخدمش. ومن قالك ما يخدمش؟ بالك تعب شوي بيرتاح. نعم؟ قداش لي يحرت ويدق تجي انت بكتشفيت تنهي لحياتها؟ كلمة تمشيش من قدامي مني منين لك حياتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الدنيا زي الفرن ومانو، يوم تصلح بالعقلة روح بالله. لما الباقة تفصل انت معاها تفصل. باقات 4G جديدة من LTT بدت من 25 ل 110 جيجا بأسعار تمشي مع المزاج. الحصة الليلية تمددت للظهر وجراند بت 200 جيجا مقسمة على المزاج، والجول مليح في 400 جيجا بصلاحية 3 شهور. مع الفور جي المزاج والنت ما يفصلش. باي باي للكسل، أحلى عسل.